للمشهد الشيعي الإسلامي مو المدني الإسلامي، أعتقد ستكون، وهي في واقع الحال إذا فكرنا بها جانب سياسي وانتخابي لا، ستهدد الجهات، مو لا أقول تهدد ولكنها ستسحب من جرف الذين ينافسونه من الذين يحملون العنوان نفسه. أنت تعرفين الإطار التنسيقي الشيعي، هو أيضا ينتمي للمؤسسة الدينية ويؤمن بالحكم الإسلامي كما التيار الصدري. لذلك هذا التناقض أو هذا التنافس، هاي الجدلية بين التيارين الصدري والإطاري، أعتقد هذه الخطوة التي خطاها والتي قادها السيد مقتدى الصدر ستأخذ كثيرا من جرف الإطار، وستجد الذين يعني معناها السيد مقتدى الصدر مخطط فعليا لكل خطوة لكل مطلب وبتوقيتاتها بتكتيك. يعني هي ما كان لله ينمو إن كان يخطط أو لا يخطط، ولكن دعوة سماحة السيد مقتدى الصدر أعتقد عنوانها الأصلي عقائدي، ولكن فيها فوائد تلم الناس وتجمعهم ضمن فكرة واحدة وضمن خطاب واحد. وأنا أرى الناس أم تلم المكون؟ طبعا تلم المكون الشيعي. شوفي أقول لك الآن، الخطاب اللي يأثر بالناس هو الخطاب الديني العقائدي والخطاب القومي العاطفي. الآن السيد مقتدى الصدر دخل للجمهور الشيعي، والجمهور الشيعي معروف عنه في بحوث الرأي العام أنه عاطفي يتأثر ومحب لأهل البيت بغض النظر، حتى غير المتدينين هم يحبوا. هذه المطالب ما راح ترجعك للحديث الطائفي وللجدل الطائفي أبد أبد، وهي موجودة صار 1400 سنة. ليه لماذا نخفيها الحقيقة؟ أغلب الشيعة يقولون أن علي بن أبي طالب كان يجب أن يكون خليفة، ولكنهم غادروا هذا التفكير باعتبار أصبح من الماضي. لذا فهذا الموضوع لم يعد مؤثرا على العلاقة بين المسلمين. عيد الفطر شوفوا ست وعيد الأضحى فمعناها كلها بدع بالنسبة للمكون وبحديث سياسي المكون. بالمناسبة عيد الغدير عيد الغدير عندي الشيعة هو الأول ثم الأضحى، ما هم يعتمدون على مراجعهم دكتور؟ عفوا أي نعم عفوا دكتور غالب. شوفي عندي الشيعة الغدير ثم الأضحى ثم الفطر، هذا التسلسل بالأهمية من حيث أهمية الأعياد لدى الشيعة. لكن اليوم الحروب اللي صارت بين الإسلام والمسيح، هل الآن أصبحت حاجز لأنسنة هذه العلاقة بين الدينين؟ أبدا، هناك مسلمون وهناك بوذيون وهندوس وغيرها، وهناك شيعة وسنة وكرد وعرب وتركمان وأيزيديين وصابع أديان وقوميات. لا أعتقد الاحتفال وتحديد عطلة بيوم الغدير هو مشكلة طائفية، وأعتقد الحساسية الزائدة ليس صحيحة وغير مناسبة.